ميدالية أولمبية لإيران في الرماية. نالت إيران أول ذهبية ليها في منافسات الرماية الأولمبية بفوز جواد فروغي بلقب مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار يوم السبت في ألعاب طوكيو 2020. المصنف الأول عالميا سجل رقم قياسيا في أولمبياد قدره 244.8 نقطة، متقدما على السربي دامير ميكيتيتش صاحب المركز الثاني والصيني وي الذي حاز البرونزية. فروغي اللي فاز بيعمل ممرضا قال انه بدأ ممارسة الرماية كهواية قبل 15 سنة، وده قبل ما يحترف قبل 3 او 4 سنوات. خلينا نشوف تصريحات اللاعب الايراني ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كانت الرماية بالنسبة لي قبل 15 عاما هواية، لأنني كنت أعمل في المستشفى، كنت متحمسا لمواصلة هذه الرياضة كمحترف، وبعد ذلك قبل 3 أو 4 سنوات دخلت اللعبة كمحترف وحصلت على العديد من الميداليات، وهذه أهم ميدالية بالنسبة لي، الميدالية الذهبية الأولمبية، لأنها أول ميدالية إيرانية على الإطلاق في الأولمبياد. أنا سعيد جدا لأنني قمت بعملي في كلا الجانبين بصفة ممرض، كثحنا جائحة كورونا، وفي العام الماضي كان الأمر صعبا للغاية. وبصفة لاعب رماية عملت كثيرا في العامين الماضيين لهذه اللحظة، وأنا سعيد لأننا حققنا بعض النجاح.